تقييم الوسط لجان فنية إلى آخره، ولكن الحملات القومية مشروعات مختلفة. مشروعات التقييم هنا بيأتي من المزارع والمستفيد النهائي. إحنا هيقيمنا النهاردة مش الأساتذة في الجامعات والمراكز البحثية أو لجان المكتب الفني في أكاديمية البحث العلمي أو وزارة الزراعة، اللي هيقيم المشروع هو ناجح ولا مش ناجح، مفيد ولا مش مفيد، له عائد ولا ملوش. هو المستفيد النهائي وهو المزارع المصري، والمزارع المصري يعني هو أبو الزراعة في العالم وخبرات كبيرة ومتراكمة جدا، وكلنا الحمد لله يعني من هذا المجتمع أو معظمنا يعني من هذا المجتمع. أنا بشكر وأقدر التعاون مع وزارة الزراعة في هذا المجال علشان أتكلم كتير عن أهمية هذا المشروع والحملة القومية ودورها في زيادة الإنتاجية ونهوض بإنتاجية الفدان من 18 ألف إلى 20 ألف في المتوسط زي ما قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز بحوث زراعية، أو قال زيادة إنتاجية القمح وتطبيق الأساليب العلمية في الإنتاج وفي الزراعة ممكن يؤدي إلى إنتاج مليون قمح إضافي، مليون طن من القمح إضافي من نفس المساحة المزروعة. ولا هتكلم على الناس زي بتوفر في مياه الري أو في كمية التأول المستخدمة أو إلى آخره. وأنتوا أدرى، أنتوا هتحكموا، أنتوا هتحكموا مع الوزير، مع الوزير. يعني أنا بحب أحضر وأسمع لمعالي الوزير الأستاذ سامي القصير لأنه من خلفية اقتصادية ودائما وأبدا بيفكر في الإدارة الاقتصادية للمنظومة، وبالتالي ده نوع من التقييم ونوع من الفكر الجديد علينا. نحب نسمعه أكثر أكثر ما احنا نتكلم، ونحب نسمع رأيه في تطوير الحملات القومية عموما والتعاون ما بين وزارتين التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الزراعة في مجال البحوث التطبيقية في القطاع الزراعي. سيادة الوزير يعني في حوار قبل الافتتاح مباشرة عنده أفكار جيدة جدا وطموحة وقابلة للتطبيق، لكن احنا عايزين نسمع منكم كمان حضراتكم أنتم من غرفة التسابق إزاي تقنعوا المزارعين المقربين لكم إنهم يطبقوا نفس هذه التوصيات؟ يعني في حقل إرشادي، إزاي أنا أقنع جيراني وأنا فلاح طبعاً يعني وعارف النظام كويس وعندنا برضه بنشوف بنحاول نقلل الجهاد اللي بيجي عليه، إزاي تقنع